مدير عام مستشفى الملك فهد بجدة، السادة مساعدي مدير عام المستشفى، سعادة مدير إدارة الحقوق وعلاقات المنطقة الأستاذ أيمن عبد العزيز شيرة، إخواني الكرام الزملاء والزميلات والمرضى والمراجعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير وصحة وعافية إن شاء الله. نرحب بكم في حفل افتتاح فعاليات اليوم الخليجي التوعوي السنوي الأول لعام 2015، اليوم الخليجي لحقوق المريض، والذي يقام في هذه السنة تحت شعار من حقك. فأهلاً ومرحبا بكم جميعا، ونتمنى أن يكون هذا اليوم يوم فرحة وسعادة وثقافة وتوعية بحقوق المرضى وذويهم وزائريهم. نبدأ بالبداية مع الشيخ وطني يقدم مجموعة من طالبات مركز الكشافة بمدارس جزيرة العلوم. الآن مع نشيد وطني، كلمة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض بمستشفى الملك فهد بجدة، يعطيها سعادة الأستاذ أيمن عبد العزيز شيرة مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواني الأعزاء من الإدارة العامة لحقوق وعلاقات المرضى، صوت هي إحدى الإدارات الطبية المساندة والتي تسعى جاهدة لتحقيق رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم وترسيخ المفاهيم التي تحقق مبدأ الاحترام والتقدير المتبادل بين طرفي المعادلة الصحية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها. لقد أتت الشريعة الإسلامية السمحة بتحمية المكارم الأخلاق، ومنها أخلاقيات مهنة الطب ومن ينتسب إليها، ولقد أنعم الله على هذا الوطن بحكومة رشيدة وضعت في أولى اهتماماتها راحة المواطن ورفاهيته وحصوله على كامل حقوقه من كافة مرافق الدولة ومنها الخدمات الصحية. وها نحن اليوم نحتفل باليوم الخليجي لحقوق المريض، ونقول له: من حقك أن تعرف حقوقك، ومن حقك أن تشارك برأيك، ومن حقك أن تقدم اقتراحاً أو شكوى، ومن حقك أن تتواصل مع المسؤولين عبر القنوات المختلفة، سواء كان هاتفياً أو بريدياً أو إلكترونياً أو عن طريق نظام صوت المواطن. وفي الختام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي المرضى ويديم علينا وعليهم نعمة الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، ثم نذكر بالصلاة والسلام
الحبيب خير الأنام، لو سمحتم اسمعونا، نحن جئنا نروي عن تاريخها، قصص الأمجاد تحكي مجدها، بلد شرفها الله بفضله، إذ هو أهدى لها كعبة الإسلام والبيت الحرام، ثم ثناها بيثرب موطن الحب وينبوع السلام، مملكة أسسها آل سعود الأماجد الكرام، أسد كان بها عبد العزيز، فارس الفرسان الفذ الهمام، فارس الفرسان الفذ الهمام.